صباح الخير أو مساء الخير مشاهدينا. من المزعج جدا أن تفيق من النوم في منطقة هادئة بعيدة عن الناس وزمامير السيارات. أنا في منطقة الهرمل جرود لبنان، ومشروع اللزاب أحد أهم المشاريع السياحية التقليدية في لبنان. هيدا الرواق الموجود هون، وهي الطبيعة الموجودة هون، وهيدا الجبل الموجود هون المختلف عن كل جبل لبنان. كل جبل لبنان بنطلع وبننزل فيه، إلا هون بتشوف فيو على تقريبا 360 درجة، وبتمشي 20 كيلومتر تقريبا كله أفقيا. وبعد في تنوع بيولوجي، وبعد في نوع من الطيبة بالعلاقات، وبقول يعني بكل فخر إنه هيدي أأمن منطقة بلبنان. فأسس أبو مدين هذا المشروع الضيافي موزعا البيوت بين خيم وعمارات بسيطة على مستوى اللون والتشكيل، وأسماه مشروع اللزاب نسبة إلى شجرة اللزاب التي تعتبر من أقدم الأشجار في العالم، والدليل جذورها التي تصل إلى مسافة 30 مترا بعيدا عن جذوعها. هلا نحن في شجرة حد منا درسوها الجامعة اللبنانية 2600 سنة. هذه الشجرة تقريبا القطر تبعها ديامتر حوالي أقل من متر. نحن عنا أشجار مترين ديامتر، وفي أشجار 7 أمتار ديامتر. هالشجرة هي بيقولوا له كمان كونيفير، مثله مثل الأرز بالعربي، أوبريات مثل الأرز والشوح والشربين. أرز معمر جدا هذا اللزاب، وبيمتاز كمان بريحته الحلوة، وبيمتاز بهالحبوب اللي ريحته متجنن كمان، ونحن بنعمل منهم ليكور بالبيت. ووسط شجر اللزاب الذي يلف الجبل ويملأ المشروع، يأتي الزوار من المدن اللبنانية بأعمار وخلفيات مختلفة، إنما الهدف واحد، الراحة. صراحة ما بشوفهم للأولاد، يعني من الساعة 6 الصبح للساعة 8 بالليل بالأول نفوتها مع الخيمة. بيكتشفوا أشياء، بيعربشوا على الشجر، بنعلمهم يصوروا، يشموا الزهر، يعني مدرسة الحياة. أنا بحب الرواق اللي فيه، بحب أنه هي يعني محلتها تعمل عن جد بعيدة عن كل الأشياء الثانية اللي أنت بترتاح تعمله. نعم، كيف تقضي وقتك هون؟ باكل. والأكل في مشروع اللزاب أطباق بقاعية لبنانية تقليدية، يخيل إلى ابن المدينة مثلنا أن الدهر أكل عليها وشرب، إنما الأكيد أنها من الأرض إلى الإنسان. خلقنا من الأرض وأكلنا وعايشين وكله من هالأرض، ومرجوعنا بدنا نرجع للأرض. وكأن شجر اللزاب في مشروع اللزاب مشاهدينا خير صورة عن الإنسان، مهما علت أغصانه ووفرت ثماره لابد أن يكون هناك عودة إلى الجذور. كان معكم طوني طوق اليوم على الحرة من مشروع اللزاب الهرمل لبنان.